لو هذيلي قايلين لي ساعة بس، ومن الساعة صار من الظهر إلى الحين، وبعد مو مثل الأول أحط مطر ولا هم قنم ما يدلوا طريقهم، ما أدري ضاعة وما أدري صار فيهم. إيه ما أقول إلا يا الله يا الله إنك ترقهم سالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وي ديدة الظاهر انها زعلانة منه. صدي ديدة قلنا مساك الله بالخير ردي. ماني رادة، شبعتوا من الدوارة؟ وينكم فيه؟ اي دوارة الله يهداك ديدة، احنا مو قلنا لك؟ ايش قلتولي؟ قلتولي ساعة واحدة، ساعة، ومن اذان العصر الى اذان العشاء ساعة. مو قلنا لك بنروح حق رفيجتنا وبعدين بنروح مع السوق ونتعشى عندها؟ ما قلتوا بالتعشون. المهم شرينا اغراض ويانا. ايه انتوا رايحين جايين اغراض، تقول له قاعدين تخشون مخزن ولا فاتحين خزينه؟ اوه يا دتي هذا طبعها كله كذي. ايه يا دتك ما هي ماسخه مثلك. الله يهداك. لا إله إلا الله ألف مرة. بس تبين شاي يا نادية؟ قوم أصب. صبي لي على طريق شبيالي إن شاء الله. على دربة الولوة، واحدة لي وواحدة حق ديدة. زين. نسوي تفضلي خذي قفشة عشان تحوسين. تفضلي يا نادية. توروني شريتو. شرينا لك وصلتين خام، لكن شنو يهملون؟ حقي انا؟ اي حقك انت يا ديدة. الله طاع زينهم. خل اشوف. والله ما تقولون لي الحين ايش حقه شارين هذه؟ هذه شنه اللي علي؟ ديدة عرفناش تحبين هالنفنوف فجبنا لك واحد مثله، سبير يعني. اي كاي. اشوف الثاني. عجبك؟ اي عجبك. ايه نص الويل. حق القيط. مشكورين. العفو. ما قصرتوا. الا الكيس الثاني ايش فيه؟ ايوه هذا. اي وروني اياه بعد خاشينه. لا هذا المفلوف حق لولو. وريها خلي تشوفه. هاي ديدة. وهذا بكم هالنفنوف؟ اول شيء شو تقولين فيه؟ حلو؟ طبعا لا. حلو؟ لا. ما شاف الحلات بعينه. قولوا لي بكم؟ انا سالتكم ردوا. بعشرين دينار يا ديدة. هذا بعشرين دينار؟ هذا؟ لا وكان تنزيلات يا ديدة، كان سعره بالأول 40 دينار. وي وي وي
وي الله أكبر الله أكبر، السماء بيطيح علينا. خرجة خرجة بأربعين دينار، لا وبعشرين بعد يكون عقب التنزيلة. يلا وينهم؟ والله طرطرة، وينهم ما يسعرون؟ شو سوي ديدا؟ كل السوق كذي، واللي يعجبه ياخذ واللي ما يعجبه يشرب من ماء البحر. ماكو تسعيرة هالأيام. هذا بوق الضحى، هذا بوق الضحى. شو سوي ديدا؟ بعد اشترينا. اشتريتوا؟ أنا أقول بس وينهم ما يسعرون هالخرق هذيلي. الله يهداك يا ديدا، هو شكر ولا عيش عشان تسعر؟ والله الناس مثل ما تبي تاكل وتشرب هم تبي تلبس. ما علينا ديدا، المهم قولي لنا ايش صار على جودر واخوانه اللي انحاشوا من القرية وما دفعوا أجار الفندق. قولي لنا يا ديدا. حاضر، على أمركم، مو علشانكم، علشان اللي قاعدين ينطروني. صلوا على النبي. اللهم صل وسلم عليه. اللي انا وياكم خير اللفانا ولفاكم، شر تعدانا وتعداكم. زور ابن الزرزور اللي عمره ما حلف ولا كذب زور، ذبح بقه وترى سبعه جذور، خلى للحوم والشحوم على الصواني تدور. انزين لما انحاشوا سالم وسليم صار بعدين؟ لما انحاشوا سالم وسليم صار ايه تدرون صار؟ شوفوا يا بنياتي، أقول تأكد طلعنا حنا من القرية. يا قلت لك هذا مستان الوالي الله يهديك. ها؟ مستان الوالي؟ إي. أوه كل هالمشي مشيناه ولحد الآن احنا في بستان الوالي. امشي 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 لا يمسكونا. امشي صبر زين. ها ها وليش يمسكونا؟ يمسكونا احنا من حاشين من الخان ما أعطينا أجارة، شلون ما يمسكونا؟ بالله عليك وهم مش تراهم عن سالفة مع الخان. ها؟ مش بس ممكن نرتاح زين. نرتاح قوم زين. انا بروحي عطشان عطشان، ابي ماي اشرب، ابي ماي. شوف يجي ناشف شاو جدو الماي. امش خلنا نشرب. يلا جودر. يما روح دور اخوانك شوفهم من راحوا. يما وين وين اسال عنهم؟ وين ادور؟ اسال عنهم في المدينة، ماكو اخبار؟ الله يهداك، انت من امس واليوم انت طبيعيه، انت على عدتك. والله انا قلبي قارصني، انا حاسه ان فيهم شيء. يما اخواني الله يهداك ريايل، بعدين ما فيهم ولا العافيه. بس انا خايفه عليهم يا جود، خايفه انه يكون صار لهم شيء. خلاص يبا، اذا لقيتهم تبين اجيبهم هني؟ لا ها، بس ابيك تتاكد انهم بخير. علشان يا جود ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله.
الاول. يا هلا مرحبا. شلونك؟ خير الله يسلمك. خير؟ خير عساك بخير. شوفك هني تجول خير ان شاء الله. اي والله عسى الجماعه دكاكين راعي القهوه عند سالم وسليم تدورهم. سالم وسليم؟ اي والله. شلونك بس؟ خير الحمد لله. اقول؟ خير. شلون البيت الصغير متكتك ذاك؟ والله الحمد لله مرتاحين فيه. الحمد لله الحمد لله. اكيد شيء بشتري لكم انا لازم ترتاح فيه. ما تقصر. ايه واخبار البحر؟ عن الصيد؟ والله البحر خيره وايد. خير الله فوق الجميع. اي نعم اي نعم حقيقه. الحمد لله. اقول بس الانسان بالسمش معود. اي ان شاء الله. ان شاء الله ولا يهمك. هلا هلا بالسمش العوده بس. لا توصي حريص. هذا. اشوفك تلفت. اشوفك تلفت مني مني. اي والله قاعد ادور سالم سليم الوالده كلت قلبي تحن علي ليل ونهار. دور سالم ودور سليم دور سالم. قاعد ادور في سوق. بس اخاف يمكن سافروا ولا شيء. سافروا؟ اي وين؟ اكيد سافروا برا حق التجاره ولا شيء. لا 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 ما اعتقد. تمام تمام. غضبان غضبان غضبان. نعم 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 نعم. علامك انت تمام. انشل حسي وانا اصوت غضبان غضبان. انت وينك في نايم؟ لا لا قاعد. شلون قاعد بحي؟ قاعد واقف حرس. واحد اللي قاعد يسمع من اول نداء. انا ثلاث نداءات ناديتك يا ريت. ايه امرك امرك. نعم. وين هذا صاحب الخان وين راح؟ طال عمرك ينتظر اوامرك. اسمع. نعم. ابيك تروح تدور لي على سالم وسليم وتطلعهم لي من ارض اليابسه. ولا يكون ترجع الا وهم وياك. سمعت؟ حاضر. يلا عطني مقفاك. حاضر امرك. روح دورهم. حاضر امرك سيدي. يلا. حاضر امرك سيدي. سالم سليم. يما انا لفيت المدينه شارع شارع ماكو فايده ما لقيتهم. حد يعرف عنهم؟ ما سالت ربعهم؟ سالت يقولون ما شافوا. يعني وين يكونوا الراحه وجود؟ الله اعلم بس يمكن يما اتركوهم المدينة وراحوا ترزقون الله. ضعنا. خير صاير؟ المدينة. ايه؟ المدينة كلهم يتكلمون. ايش يتكلمون عنه؟ كلهم يقولون ان في اثنين من اهل المدينة اسكنوا عند راعي الخان وطلعوا منه ما عطوا اجاره انحاشوا.
تقول عسى ما شاء الله صحيح بعد النار الربع ولا لا يبا حد يشوفني انا ما دخلت هناك داخل المدينه كلش لا بالطرف كلش بالطرف اخذت هذا الاكل ومشيت علشان لا حد يشوفني لا حد يعرفني ويتكركب ويها شوي تدري شلون نتغدى احسن شيء امشي مش تقدم ابي اقول لك مشتغيت ما ابي اخوي نفسي مسده على هواك تقبل الله منك يا جود منا ومنك ان شاء الله يا جود لا اله الا الله وحده لا شريك له عسى الله يهدى سالم وسليم عسى الله يهداهم ان شاء الله امين ونروح السنه الجايه انا وانت وهم الحج باذن الله الله كريم ان شاء الله ان شاء الله يا جماعه سالم سليم سالم سليم يا جود دقيقه خلينا نشوف من هو الباب ياك مساك الله بالخير بالخير يا هلا يا هلا غضبان حياك الله الله يحييك تفضل لا شكرا خير والله سيدنا القاضي يبيك قاضي ابو سنة اي ابو سنة يبي يبيني انا اي يبيك انت الحين 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 على طول وي بس ما قال لك شيء يبي هو لا والله ما قال لي شيء يبي ابدا قال روح يجيب جودر وتعال انت وياه على طول على طول على طول لا تعطل اخلص طيب يا غضبان خلني ابدل وبعدين اروح وياك ما يخالف بدل انا انطرك ما تحرك الا وياك تنطرني اي بس تجي داخل لا. لا 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 اشرب لك ماء لا 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 ما اشرب شيء شناوي طيب ناوي يسجنني لا روح 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 اي روح روح خلص زين انطرني يعني. اخلص لا تاخر بس شاوي. يلا من يا جاد هذا غضبان جاي من قبل القاضي بسنه يبين يطرش عليه شبي حاضر قلت له انا شبي بين القاضي قال يبيك على طول حسرتي حسموا عيالي لا لا تخافين ان شاء الله خير خليني بس ابدل واروح له قاعد ينطرني هو عند الباب وصلت الحل أخي أي حل ما أقول له حل واحد بس شنو الحل هذا نسلمه بفسنا أحسن لنا انهبلتي أنت تبيهم يقطعونا عندك حل ثاني قول أقول ايش رايك نحاش نحاش ايه نحاش والديرة كلها منتشر فيها الخبر وين نروح وين نذلب اسمعني ايش رايك تخفى ونروح المدينة ما طاح الا انبطح نروح المدينة علشان يلقون القبض علينا ويسجنونا ويجلدونا ها زين تدري شلون انت خفي وروح امي نخش عندها وتعتقد جودر يقبل ما عليك خل جودر على امي امي طيبه وحنونه وبعدين يتحبنا لا جودر ما يقبل خلنا نجرب بعدين ما احنا خسرانين شيء يلا يلا قوم زين انت جيت على حسب اوامرك حضرة القاضي
وين سالم وسليم؟ أنا والله قاعد أدور على سالم وسليم. خير إن شاء الله؟ إلا شر وستين ألف شر. تفوق عند الله سعى. خير؟ أكو شيء جديد؟ أي نعم أكو شيء جديد. راحوا للقرية الشرقية أي. وسكنوا بالخان وتعشوا بالخان وانحاشوا بدون لا يعطون صاحب الخان الإجرة مالت النوم والأكل. انحاشوا؟ أي نعم انحاشوا. حضرة القاضي نه؟ ممكن أنا أدفع أجر إقامتهم في الخان؟ لا 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 أنا ما أقبل. لازم هم يجون ويدفعون ويأخذون جزاهم. بس اسمح لي. ما أسمح لك حضرة القاضي. نعم. خشينا يما الله يخليك يما. ما خشكم؟ يما الشرطة لحقينا يقول القبض علينا. فهموني شو مسوين؟ يما الله يهديك بعدين نقول لك. انت خشينا اول شيء. ها؟ يما قوم 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 يما قوم. احلف يا جودر انك اذا شفتهم تبلغ عنهم. اقسم بالله العظيم اني ببلغ عنهم اذا شفتهم وبسلمهم اذا مسكتهم. انا بعتمد على الله وثم عليك ان شاء الله. طيب ممكن اترخص الحين؟ تفضل. يا غضبان. تعال. تعال. أنا بكتب لك الحين بلاغ وتعلنه للمدينة. نعم. إذا شافوا سالم وسليم يسلمونا ولهم جائزة. حاضر أمرك سيد. يا أهل المدينة يا أهل المدينة يا أهل المدينة. يعلن القاضي أبو سنة إنه مطلوب القبض على سالم بن عمر وسليم بن عمر حيث أنهما نصبا واحتالا على المدعو خباب بن جعران صاحب خان الأحلام بعد أن أكلا وناما وشكرا شكرا آسف وهربا في الظلام. ومن يقبض عليهم له مكافأة 10 دراهم بالكمال والتمام. ليش سويتوا كذي؟ ليش؟ نسيب يا يما الشيطان. يا حسرتي شو أقول لأخوك؟ شو أقول؟ يما تقدرين تقنعينا يما هو يحبك؟ كلها على الله كلها على الله. نتوب يما الله يتوب يما لآخر مرة. الله كريم. Thank you.
جودر جودر لا تخافون، لا تخافون جودر قلبه طيب. أنا بخشكم، أنا بخشكم. عيالك خلوا خير. ايش فيش؟ انا؟ ايه ماكو شيء، ما فيني شيء. خير؟ تصور يا امي اهل المنطقه الشرقيه ما سلموا من شرهم. يعني جودر اذا انصادوهم ايش بيسوون فيهم؟ بيعاقبونه بعد، ايش يسوون فيهم؟ جودر قاعد يستجوب امي. اصبر سين، ما افتكر تعلمه. تعرفين عنهم شيء ماي؟ شفتيهم؟ أنا أبد لا ما شفت، لا والله يا جودر ما شفتهم ولا أدري عنهم، أنا ما أدري عن شيء كلش. المفروض إنها تعلم. طبعاً ما لازم تستر على المجرمين، مو صح يا ديدا؟ ولدي يا ربي أم جودر هي علمت؟ ما أدري علمت ولا لا. الله يخليك ديدا تكملين، الله يخليك. لا يكفي اليوم. والحزايا يا ديدا؟ ماكو حزايا اليوم. الله يخليك كملي الحين. سمع باكر قبل هالوقت تجوني بهالمكان وتقعدون وحازيكم. يلا يلا اهو يلا تصبحون على خير.